طفولتي كانت طفولة هادية. أنا كنت طفل هادي رغم أن أنا كنت أصغر إخواتي. إحنا كنا 5 أخوات، أنا كنت ولدين وثلاث بنات. اللي كانوا إخواتي كان في فرق في السن بيني وبينهم كتير، ما عدا أختي اللي فوق على طول مني كان فرق بيني وبين حوالي 6 سنوات. دي اللي كانت موجودة معانا على طول، وكنا بنلعب مع بعض، وكنا بنحب نلعب بالبايسكل. في المدرسة كنت بنحب نلعب بكرة القدم، دي كانت هوايتي المفضلة إن أنا ألعبها، والبينج بونج. وأنا طفل صغير كنت بحلم إن أنا أكون زي أي طفل، إن أنا أكون طيار أو ضابط أو هيك يعني. طبعا لما كبرنا الدنيا اتغيرت، لكن وانا صغير كنت هو ده الحلم بالنسبة لكل طفل، ان هو يطير في السماء، ان هو يكون شيء يعني اكسترا اوردينري عن الشخص العادي. لكن طبعا الدنيا بتتغير. فكرت ان انا اكون طبيب لما اخويا الكبير دخل كلية الطب، فده شجعني ان انا اكون زيه. والدي كمان كان صيدلي، فكان البيت عندنا كان كله في مجال الطب، سواء صيدلة أو طبيب يعني. في الوقت ده كان في تقريبا في الهاي سكول، فكرت إن أنا أخش كلية الطب، وكنت بحلم إن أنا أكون طبيب. بعد كده دخلت الجيش، وأنا في الجيش اتعرفت على حد من أصدقائي هناك، وكان له تأثير عليا في اختيار الجلدية. هو كان على طول بيمسك كتب الجلدية وبيذاكر فيها، وكان والده أخصائي جلدية في مصر، فده أثر فيا وكان له نقطة تحول كبيرة في حياتي إن أنا أتجه ناحية الاتجاه إن أنا أتخصص جلدية. أنا جيت الإمارات سنة 97، قعدت سنتين في إمارة الشارقة، وبعد كده اتنقلت على أبوظبي سنة 99. ونقلتي على أبوظبي كانت هي نقطة تحول في حياتي، لأن قابلت الدكتور أوباجي، طبعا دكتور عالمي في تجميل الجلد. كان بيجي من أمريكا وكان بيعمل لنا تريننج على كل الأحجات الحديثة، وهو اللي علمني كل شيء، سواء الكيميكال بيل، الفيلر، البوتوكس، الليزرز، الأشياء دي كلها. وعلمني حاجات، هو كان شخص سابق عصره، وكان بيتكلم على كلام النهاردة بدأوا الناس تتكلم عليه، فكان بالنسبة لي كان نقطة تحول دراماتيكية في حياتي تقريباً 180 درجة. عندي ولدين خلقوا في أمريكا لكن عايشين هنا، وطبعاً الحياة في الإمارات مختلفة عن الحياة في مصر. هنا بيقابلوا جنسيات مختلفة في المدرسة، فبتعلموا أشياء مختلفة، وبياخدوا من كل كلتشر شيء خاص بيها، اتأقلموا، بيحسوا ان هم دي بلدهم دلوقتي يعني، لان هم خلقانين هنا. فعندي الولد الصغير لما تقول له What's your country؟ يقول لي UAE، فحاسس ان دي بلده لان هو طول عمره عايش في المكان هنا. طبعا لو في حالة ان انا تركت الامارات، في ذكريات كتيرة حلوة في حياتي أتمنى إن هي تفضل معايا على طول يعني. النقطة التحول الكبيرة اللي حصلت في حياتي إن أنا اتغيرت من دكتور جلدية لدكتور تجميل جلد. مرضايا وعلاقتي بيهم كل يوم بيشجعوني وبيفرحوني، لأن كل ما بشوف أي فرحة فيهم بيعتبر ده نقطة نجاح في حياتي، وهو هدفي هو ده اللي عايش عشانه، إن أنا أسعد الناس. بتذكر مصر أكيد وأنا عايش هنا، بالذات لما يجي لي مثلاً مريض مصري بنقعد نتذكر بعض النوادر اللي كنا بنعيشها هناك، بنتشارك مع بعض النكات، اللي أنت عارف المصريين مشهورين بخفة الدم. بنتذكر بعض القعدات الحلوة اللي بنقعدها مع بعض، بنتذكر الحياة اللي كنا عايشينها هناك. طبعاً في وقت كانت الدنيا كانت أبسط من دلوقتي بكتير، فطبعا ذكريات جميلة وذكريات حلوة. الإمارات بتديكي حاجات بتخليكي تحس ان فعلا دي بلدك التانية. كان صعب قوي في اي دولة تانية ان يكون عندي my own business، دولة الإمارات بتوفرها، ودي مش متوفرة في بلاد كتيرة.
ان انت تقدري تفتحي مركز طبي وان يكون عندك شغلك ويكون عندك عيشتك وتكون عندك كأنها عيادتك. ده مش متوفر في اي مكان في العالم غير في اماكن قليله جدا. حريه الاستثمار، حريه الحركه، حريه التطور، التقدم، فكل ده بيحسسك ان دي فعلا بلدك الثانيه. وفي نفس الوقت نفس الكالتشر، يعني احنا عرب كلنا، فبتحس ان مفيش دنيا مش مختلفه عن مصر. الحقيقه يعني انا اتمنى لدوله الامارات مزيد من التقدم، مزيد من الرفعه، مزيد من الازدهار. البلد اعطتني كتير ومن قلبي فعلا بتمنى لها كل خير، واتمنى ان انا اشوفها احسن واحسن. كل سنه بتفرق معايا البلد للأحسن وللأفضل وللأجمل. تمنياتي تقدم إلى ما شاء الله، ودايما نسمع لها كل خير.